قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش تديروا جيم. أتدرين زهرتي، تذكرت أول لقاء بيننا فوجدت نفسي أصبغ جدران الزنزانة بألون الأفق. في لقائنا الأول تكلمت عن الشعب ولون السماء. في لقائنا الأول كان أزرق البحر وأزرق الأفق الشاهدين الوحيدين على الكائنات والتاريخ ينظران إليك بكل ثقة، وكنت ترسمين المدينة بإعجاب وتسرينني الحب، تلاعبين الرمل وتحلمين بأن تسعد كل نساء العالم. كنت مناضلة تحملين اسما للزهور، زهرة وردة بنفسجة أنقر فلا. لا يهم، فنور النهار وأضواء الليل سنتنبئنا حين نصبح عصافير طليقة نفرد جناحينا للريح. آنذاك سنحمل معا كل أسامي الكون، الأسامي التي تبعث الحياة في الروح. هكا لالا الباسبور ديالك، مرحبا بك في بلادك. شكرا. هذه هي اللي شفت في التصاور، هي اللي جايه. زبير على التزريع. يا اطلق راسك قدام الفطار. مازال عندي اللي عطيتيني البارح.
هذا السي المختار ديال المختار. شكرا الله يرحم الوالدين. معها فوق ما جيت عندك تدير عقلك. انا حيت نقاو تسير واجي ما قالك حتى شي حد يجي لعندي. والمختار خاصك تجمع حويجاتك باش تمشي بحالك. عينا ما نصيفطو بالرسائل وحتى شي جواب ما جانا. واش عندك شي عنوان اخر؟ وعلاش؟ حقاش ما يمكنش تبقى عندي هنايا. القانون هو القانون، هذا راه حبس ماشي خيريه. وإلا زدت لك شي نهار اخر مازال غادي الاداره العامه غادي تحاسب معايا وغادي نوجد مشاكل كثيره. مالك با مختار؟ ما فهمتش علاش بغيتي نمشي. انا نهار واحد كندوزو هنا غير بالسيف وملي كنخرج من هنا بحال يلاه تولدتني جديد وانت باغي تبقى هنا؟ انا ما فهمتكش. انا زهرتي تسقل كاهلي الكلمات أحملها فارغة من مكنونها سنوات العزلة وآدتها وفي سكونها يرتج صدى الذكريات. اليابس رفيقي ينادمني ثم يأسي وصمتي ثم زنزانة بلا أفق هي مقبرتي تستفزني جدرانها زهرتي كآخر بوصلة لقياس عزلتي. هذا المساء أقبل كعادته وكعادتي أزرع الأرض أطفالا في مخيلتي ألاعبهم أدغدغهم وللمرة الألف ألمس تقاسمهم في مقلتي. تدرين ما في حوزتي إلا هم في الحلم وفي المسافات أنت. زهرة نوضي بنتي تعشى. لن يغمض لي جفن أقول في وحدتي ما لم أشهد أحلامهم ما لم أزرع الورد الأمل الفرح لغدهم ما لم تنشرين رداء أبيضا يبعث البسمة في عيونهم. آه زهرتي رداؤك يرتد كفنا ينتزعني بعنف من غفوتي وفي نواح كئيب يذكرني أن كائنة من زمننا وأدت أحلامنا لأن أقمنا معبدا وأقسمنا أن نموت ونحيا لعشق الحرية. Thank you.
الثاني يلقى المحسن. زيف الشيخ بالمختار بعدك ما تقدر في هذا الحبس هذا سمعتي راه ماشي ضر العجزه هذه تنتا نفس الكلام كلكم عرفتي ريحة تاج؟ وريحة مرا تما راه كيتصحب راسي عندي مدير راجل بصح صدق مرا طالع طالع وعلى مرا كاين عدته وانت عرفتي كي دايره وعلى زين وعلى فن عندها واحد الخالة عرفتي فين؟ فين؟ ها؟ فين؟ انا والفورما وعلى فورما راني ما فكرتهاش قدامكم ولكن غير موت نسيت على كل شيء تزلجت بلاصتي بقيت عارف ماما دماغي كان باغي يقول شي حاجه ولساني تلف كل شيء زبير شو المدير اش باغيك شي ميسيون امبوسيبل او تنين ماشي حيت خارج غدا غادي تبدا انضابط شويه وجمع راسك بغيتك تكلف ليا بالمختار ياك نتوما كتفهمو غادي يخرج معاك غدا خصو يسمع حتى يلقى عائلتو وصحابو وكيفاش غادي يلقى عائلتو وصحابو هو كيسعى على سميتو ما قد يسدين علينا حتى قلنا لك نضغط شويه مايا هذا راه خير غادي ديري في هذا الرجل وربي اللي غادي يجازيك عليه عظيم وبين ربي كل شيء مزيان الشهر ونختار بحال الوالد وانا غادي نخرج معاه وغادي نلقاو راس الخيط مايا هذا واحد مجموعه ديال الرسائل كانوا كيجيو له شحال هذا فيهم شي عناوين ما عرفتش واش تلقى مواليها ولا ما تلقاهمش المهم انت دير خدمتك تبحث على هاد الناس وعاون هاد السيد هذا واش شفت هاد البريات راه خاويين باش ينفعوني انا الله كانوا الناس كيصيفطوا البريات خاويين شحال ولا اسمح لي الشيخ ماشي عليك انت نعرف دابا الدنيا هانيه الحمد لله الوقت زيانت راه عندك الزهر اللي احتاجتك في هاد الخدمه شد هاد الفلوس هاد الفلوس راه خلاهم لي واحد الراجل الشيباني كيجي يزورو مرة وسير كون راجل وداك التعفريت اللي كديرو هنا ديرو لهيه وإلا ما لقيتيش له الأصل ديالو ربع الدين لهنا
والله يعاون عونك. الله يجيب نفس الصواب يا شيخ. الله يعاونك. والله إلا كنت حاسب شي حاجة قبل ما تعيط لي يا شيخ. أنا كنت باغي نجي لعندك نطلب منك نخرجوا معايا، ولكن ما عرفتش واش كاين في القانون. جاتني فكرة نخليه بوحدو. مسكين ما عرفتش شكون هو. صعيب ياك. مالك نصور باش ما نساوش. ذاكرتنا قصيرة. المختار ما كانش في المجموعة 139. سي سي، ولكن حتى حد ما عنده عليه اخبار. حتى امنيستي راه يكون قال لك عمر. منظمة العفو الدولية مشيت عندهم وسولتهم، قال لك عارفينو بأنه خرج وعارفين التاريخ اللي خرج فيه، ولكن ما عندهم حتى معلومة أخرى من غير هادشي. عندي الخبر. ملي خرج حتى هو ما سول حتى شي حد. مشينا عندو حتى البلاد وتغرمت باش نسولو عليه. ما كاينش اللي شافو. وحتى الدراري اللي كانوا معاه في المجموعة ما عارفين والو، ولا ما باغينش يديروا عليه. المهم حنا الملف ديالهم ما سديناهش، والبحث ديالنا باقي جاري. وانت عاود من جهتك عاود قلبي في العلاقات القديمة ديالكم، واللي توصل شي نتيجة يعلم الآخر. بداي بالسجن المدني هنا، تما شافوه آخر مرة وخبريني. كريت انا مازال تبعك ابا المختار. الكرتونة اللي ديما معنا دا شنو فيها با المختار؟ إلا كانوا فيها شي فلوس راه يكونوا ما يسدوزوش دابا. تعرفون؟ يلا
معاك شوكه يلا فرق سير. علاش هبطي بلا ما تقولها ليا؟ وكل ما وقفت الكار كون بقيتي تالف هنا بوحدك. هاد المره هي سلكات، المره الجايه ما عرفتش شنو يطرى. وفين غادي نمشيو دابا؟ استناني ندخل دار ونرجع. عسلوي لقاش خرجتي؟ علاش ما خبرتينيش اجي نسدك؟ اجاوبني انا توحشتك، فيك الجوع، ندير لك شي حويجه تاكلها. زبير وجاوبني، زبير 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 عاود غادي تبان في عائلك. زبير زبير افتح الباب، افتح الباب عافاك. عبد الصمد شوف انا لازم نكتب لي حدايا. شكرا لك. قال لي نشوف المدير كيعاودوا عليه راجل مزيان، عندي معاه موعد غدا، لكن كيف ما كان الحال انا معتمده بزاف على الجمعيه خصوصا منتظره المساعده ديالك. قضيه المختار كتمنى كاملين، ها واحد اللائحه وجدتها لك راه فيها العناوين ديال المجموعه كامله اللي كانت شدات معاه في وقت واحد. بغيت نقول يومين ثلاث ايام بعد ما تعتقل هو. هي عناوين قديمه ولكن ما تعرف يمكن تلقاي شي واحد منهم بعد هاد السنين كلها. ولكن حاول، ما عندي ما نخسر اللي قلتي. شتهر لك غادي نبدا من الشمال، تما كاين اصحابو اللي قرب منه. عمر احمد الله يرحمه قلتي عليه، ملي كنذكر داكشي اللي وقع كضيق بيا الدنيا. انا عاودوا لي على المختار بانه كان نعزل بصفه نهائيه على الكروب، كاين شي حوايج اللي ما غاديش تفهميها يمكن تصدمي. بقيتي بزاف في الغربه، والغربه راكي عارفه شي حاجه ماشي سهله. مازال شي حاجه ما مفهومه لياش بزاف بالنسبه للمختار. واش هو اللي عزل راسو ولا صحابو اللي عزلوه؟ اختي الاشاعات كثيره، كاين كاع اللي كيتهموا، ولكن ما كاين حتى حجه لا معاه ولا ضده. كون غير جيش افلام اللي خرج وليت هي تتزكي الاشاعات اللي مطلوقه عليه. خصنا نبدلوا هذا الحي، هاد الناس ما فيهم لا شفقه
ولا رحمة أخ. أخليك هنايا ما دويت مع شي حد. الحومة اللي كنا فيها قبيلة ما فكرت بوالو. وهذيك المرة مالك معها؟ حتى الصباح غادي نمشيو نقلبوا على الناس اللي كيعرفوك. غدا بحال النهار ديال غدا كان تخطف فيه الوالد الله يرحمه. العود دز من هنا روح ما يدك. يشبه ليا ياك هذاك الوالد، وكون عرفتيه كنت فهمتي انت وياه. كنت هو مناضل بحالك، مناضل كبير. شحال كتب ليا من برا فاش كان في الحبس. كانت عندي 8 سنين، بقي الله كنفك الحرف. كانوا الدراري مسمين عليا ولد المحابسي. عرفتي كنت كنرجع من المدرسة وكنحسب الخطاوي ديالي. إلا حسبت حتى 10 وصلت لديك الشجرة غادي نلقى شي برية ديال الوالد وصلت للدار. بعض المرات كتصدق. كنت كنفرح بزاف من كان فهم شي كلمة في المدرسة وكنلقاها في البريات ديال الوالد. حيت الوالدة ما كانت كتبغي تقرا ليا البريات ديالو. كانت كتقول ليا تتكبر وتفهم. كانت كتخاف عليا بزاف، كتخاف على راسها. كنت حاسبها بانها كتخبي عليا شي حاجه. انت تقدر ديرها تخبي على شي واحد عزيز عليك الحقيقه كامله. كبرت وفهمت ما عرفت شنو طرى الوالد حتى لدوك صحابو اللي كانوا قرابين لي. كنتي معاهم ياك المختار؟ حيد هاديك شي فوق عينيك. ها حيد هاديك شي فوق عينيك. عامل الوالد عايش بيه ومن الفوق كاين البنوت. عرفتي شنو كتب ليا واحد النهار؟ كان فرش الارض بعيني وكان زرعها نوار. الارض في الحبس بارده ورماديه وكتولي خضراء من وجهك كيبان ليا. كان شاعر ياك. عمري ما كنت مناضل. راك انت غلط. وحده مسيه هذيك اللي غادي تسالي. انا درت لك 100 وهادو شحال درت لك 30 من كل كتاب. مازال غادي تزيدني 21 من كل واحد واخا. اه
دابا خصك تركز معايا مزيان الا بغيتيني نعاونك. راه اقل حاجه تفكرتيها غادي تنفعنا. انا عارف بان المده اللي دوزتي في الحبس ما كانتش سهله. نهار 3 سنين وشحال من حاجه تلفات ليا. انا حاسس بان عندك شي حاجه باغي تقولها ليا وراه ما نطلق منك حتى عارفه. عندي ما نقول لك وما مخبي عليك والو. واش هاد السيد موجود عندكم هنا؟ بون هي معلومه كتبه بسيطه ولكن انا غادي تنفعني بزاف. السيد اللي كنقلب عليه سميتو المختار العليوني. المختار العليوني؟ واش انت من العائله؟ شويه يعني انا كبرنا جميع وقرينا في مدرسه واحده وكنا من نفس المجموعه عندي هنا المختار العليوني يلا خرج 3 ايام هادي كان متهم بالاختلاس. كان اختلس واحد المجموعه ديال الملاير وفلوس صحيحه من البنك. مسكين ما صبرش للحبس وفقد الذاكره ديالو وبقى كيعقل على حتى شي حاجه. مره كان كيجي عنده واحد الرجل شيباني يمكن من العائله ديالو وكاين واحد العليوني واحد اخر مختار عليوني واحد اخر ايه ولكن هذا خرج شحال من سنه هذه مع واحد المجموعه ديال المعتقلين السياسيين. انا كنت مازال ما جيتش لنا واللي كيعاودوا لي انهم كانوا ما كيتفارقوش بجوج السارق والسياسي. ما فهمتش حتى حد ما تسنى منين نخرج يعني هذا معتقل سياسي وهذه اشياء ما كانتش كدوز في سريه يمكن خلاو شي عنوان او انت ما عمرك زرتيه؟ للاسف لا انا من الناس اللي ما كانش قدمهم خيار اخر غير يهاجروا. راك عرفتي الظروف كيفاش كانت. الله يخليك شوف واش ما يمكنش تلقى عندك شي تصاور ديالهم بجوج. للاسف الملفات كلها ضاعت. كانت شعلات العافيه هنايا في السجن وما بقاش عندنا حتى شي حاجه اللي تثبت الهويه ديال هاد الناس وحتى مشاو فيها واحد المجموعه ديال المساجين. ولكن كوني متاكده الا توصلت لشي معلومات ولا لقيت شي حاجه كتدل على هاد الناس غادي نتصل بك وغادي نمدك بها. ودابا غادي نعطيك واحد العنوان ديال واحد الولد خرج هو وياه ممكن يفيدك هاد السيد هذا وغادي يتعاون معاك مزيان باش تردوا لهاد السيد الذاكره ديالو. باقي عندكم هنايا مساجين بغيت نقول معتقلين سياسيين؟ لا 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 الحمد لله ما بقى عندنا حتى شي معتقل سياسي في السجون المغربيه. كاينه شي حاجه ما وضحتليش. قلتي لي ما كانوش كيتفارقوا ولكن انا ما كنقدرش نتصور المختار ديالي يكون معاشر مع شفار. سمحي لي لا ما نقدرش نعطيك شي معلومات اضافيه. أرى غير حولي هذيك المرة اللي شفتي البارح هي الوالدة هي هي أمي وخا ما عاودتيش سولتيني أنا كنجاوبك. الوالد دخل الحبس وقال لنا بأنه مات بشي مرض. عمري ما تيقت بس لا عقل عليه ياك. كان سميتو عمر أحمدي. وهذا الرجل اللي مع ولدك كيعرف المختار اللي كان قلب عليه؟
ما قالوا لك شي فين يكونوا مشاو؟ فين غنعرفهم فين مشاو؟ ما نقدرش نقول لك. غير هو اللي الراجل اللي كان معاه كان تيبان كبير شويه في السن. حق ما هضرتش معاه باش نقدر نقول لك عليه شي حاجه، حيت ما دخلش مع ولدي. ولدي تولد له العين، سرق الطوموبيل ديال الراجل المسخوط الاخر. الله يجعل البوليس يعاود يقبطوه وردوه للحبس. الله ما باقي نفتش فيه. اسمح لي عفاك خاف دول، هاد الوجوه كلهم كنعرفهم. هذا الراجل الاول عمر الاحمدي الله يرحمه، بات الزبير، وهذوك صحابو زمان شحال هادي ما بقيت شفتهم، حيت كانوا تعتقلوا معاه كاملين. الحق عمر مات 3 سنين بعد الاعتقال. بالحق ملي كنت نفي عن الزبير الحبس ديما كنت يتكلم لي على واحد راجل اسمه مختار، ياك ما وليت تفتشي عليه. ما عرفتش، ما نقدرش نقول لك، ما عرفتش. وفي هاد المدينة سرقت الطوموبيلة الأولى ديالي، شحال كنت خايف. شي الواحد مين كيكون تحرم من باه صغرو كيكون غيسالي إما في الحبس ولا في الإصلاحية، قليل اللي كيفلت منها. أنت دابا تشديتي على السياسة ياك؟ ما فاهم والو، ما عندي حتى علاقة مع السياسة. نسيتو، أنت جاي من داك العالم ديال الغايبين والمنسيين، دابا أنت ما كيخلعكش المنظر بحال هذا ديال القبورة. مشي تروح مع البا. السلام. الله يخليك العربي العرج، واش مازال ساكن هنا؟ معلاش. واحد السيد معايا سميتو مختار العليوني وكان معاه في الحبس. لا وليدي ما عندناش هاد السميه، اسمح لي. زورني يا مختار، باغي نشوفك. ناربي نوض نوض يلاه نشوف حنا بشويه. شوف الفلوس اللي عندنا راه مابقاوش قادين، خصنا نشوفو كي نديرو تنبيعو ديك الطوموبيل. راه فلوسي اللي كتصرف. عرفتي اش غدير؟ غتسناني هنايا ناضي رجع شوف لي من غادي نكركبها.
محمد. واحد السيد كان جالس معايا هنايا عافاك. الحيطة؟ أيه إن شاء الله. أرمتكم عمرك ما تلقى داكشي اللي كتب ليا الوالد في الرسائل ديالو. تعلمت بزاف ديال المصطلحات من البريات اللي كان كيصيفط ليا الوالد، بحال هاد الناس هادو اللي كيديروا المظاهرات وكيطالبوا بالحقوق ديالهم كنسميهم المخربين ياك، ولا ناد الصباط كيتسمى القمع. كل كان باقى على قيد الحياه كره تعلمت اكثر. اللي ما تعلمتوش من عندو غنتعلمو من عندك انت. كتعرفو وانت كتعرفو؟ وخيلا شفتو في البار. لا سي في البار. اجي وانتينا شكون انتينا وشكون هاد خيلا؟ ما كنعرفك لا انت لا هو. علي فعلي فعليكم بجوج صدعتونا. كيف بينا تسيد كان كيشي لها؟ أسي ما كان أنا خلقت وكبرت هنا يا أنا عمري ما نعرفه بينا هنا يا ما كيش. أشري أشري ما ديرش من قلت صوف أنا بيت غنسول. أنا ما عارفه ليش أنا ما قلت كلها معي زوجي كيف الله يرضى عليك ما بعاد مني الله يرحم الوالدي. أنا ما قلت كوالو. السيد انا عاقل عليك كي يدير سياسة. انا ما عارف سياسة ما كان عارف سياسة الله يرحم الوالدين بعد مني. وهاد السيد بالأمارة كانت شد على السياسة. لا سيدي انا ما قاد على سياسة ما كان عارف سياسة. سير بحالك عليا سير بحالك انا ما خصني سياسة. سير بحالك. مختار انا راه عياني هاد المسلسل ديالك. شي وحدين عرفوك وما بغاوش يشوفوك. شي مات شي رحل. ولكن انا عارفهم علاش ما بغاوش يشوفوك هادوك. ولكن بغيتك تقولها لي انت دابا. انت ما تفكرتي والو ياك. حتى الوالد حتى هو ما تفكرتيش. والمحبسيه عندهم الصح. ما تكون انت هو داك المختار الشفار ديال البنك نيت وجهك ديال الشفار. راك انت غلط فيا. انا ما تعرف حد ما تعرفش باك. وانا ماشي الشفار. الشفار هو انت. حداش نقط في نقيه الله يخليك. ديال من هاد الادريسه فداك النهار تجوزو خويا يومين بعد ما اعتقل المختار.
وإذا كان المختار مازال عايش تقدي تلقاه مخبي في شي بلاد. أما خويا تقطعات خبارو ديرينو في اللائحة ديال هادوك اللي غبرو. كيقولوا المختار بيع بصحابو ولكن الله أعلم داكشي فيه بزاف ما يتقال. حتى حد ما عارف شنو وقع بالضبط. انتي مازالك كتشوفي العائلة ديال المعتقلين؟ بغيت نقول واش كتلقاو مرة مرة؟ معلوم كنشوفو، كنتلقاو باش نتفكروا اللي ماتوا اللي غبروا وغيرهم. كنتلقاو باش نتشوفو وليلا نضمنا شي لقاء ولا اعتصام. هادي سنين احنا كنضلو مازال عندنا الأمل. نسيت ما قلت ليكش بلي المختار كان معلم في مدرسة الياقوت. عارفة سمحي لي راني خديت بزاف من وقتك. إلا لقيتي المختار قول له يجي نشوفه إن شاء الله. إلا عقل عليا ياك في المدرسة غادي نعاود نشوفو. مرحبا بك. خلي لك لي كوردوني ديالي. مرحبا بك على راسي وعينيا. بسلامة. بسلامة. شكرا. لا لا خير. مع السلامة. أظن طرفيني قليل الناس دي ولكن ما كتخرج. بغي نصرح في الأول كنت بغي نديك جمعية ديال المعتقلين ولكن دخلني الشك في راسي وكنتش عارف مع من أنا. ودابا راه المهمة ديالي مازال ما سالت وبغيتك تبقى معايا أو لا أنا نبقى معاك. الورد كرة دبال شكون غادي يفكر صغير؟ كنظن بين السيد اللي معايا هو مختار العليوني صاحب علي بن الهاشمي اللي كان ساكن هنا. انا ربيعه اخت بن الهاشمي. فين هو خويا علي؟ شفتيه في شي محل؟ قول لي يا خويا انا مزوقه فيك. عرفتي باك مسكين ما خلى ما دار باش يخرجك من الحبس. كان كيجي يسول على اخبار خويا علي. اللي بكاه ما عمر بكاه شي حد. كان كيقطع القلب. نهار ما طار هو جالس قدام باب الكوميساريا. كتعرفي شي حد من عائلته وشي حد من حبابه يقدر يعاوننا؟ لا انا يلاه كنعرف باللي كان صاحب خويا علي. ما عرفتش واش عنده شي صحاب اخرين. وخويا خطفوه وغبروه من بعد ما هزوا المختار. هذه ما عمري نسيتها. ولادو ما عمرهم فرحوا به. درت كاع الحباسات ديال المغرب. مشيت عند اللي عرفت واللي ما عرفت. كل مره كينعتوا ليا اثار ولا حبس
قولي شنو وقع اليوم؟ جات واحد السيده قبل منكم كتسول عليك، ما عمرها عرفتها. شكون انت بعدا؟ علاش جاي كتبحث فيا؟ انت من البوليس؟ وإلا كان هذا هو المختار انا جاني نبدل بزاف، واخا الشوفه ديالو كتفكرني بشي حاجه. انا ماشي بوليسي، انا ولد عمر الاحمدي. عقلتي عليا؟ كنتي جيتي عندي للدار نهار اللي مات الوالد، جبتي لي معاك واحد الطوموبيل كتخدم بالحجره، راه مازال عندي، مازال مخبيها. مسكينه هذيك المراه، باين عليها تمحنت من الحق. ما عرفتش انا، ما فهمتش علاش كلكم بغيتوني نكون عشت شي حياه ما عشتهاش ما عرفتهاش. هاد المراه اخت واحد السيد صاحبك كان معتقل معاك وقريتو بجوج مدرسه وحده. ولكن هاد الناس وريهم ليا، وري ليا تاني باللي انا كنت موجود في هاد الحياه وهاد الماضي اللي صدعتيني به. انا راه ما قلت وما درت غير داكشي اللي كنعرفو. الشهاده الوحيده اللي عندي هي ديال الوالد. لا انا كنت صبت كون فتحت معاك الماضي صفحه صفحه حتى تعرف اشنو عندك في الراس. وريني اش غادي ندير؟ الجيل ديالنا ما عارف والو، عايشه نهار خايف ونهار في الدنيا هانيه. غادي نقول لك واحد الحاجه، عرفت انا بحالي بحالك، ترى تنقلب على راسي، تنقلب على الماضي ديالي. وجهت جمعية حقوق الإنسان والتي تضم أكثر من 2000 منخرط كلهم من المعتقلين السياسيين، وجهت إلى الحكومة رسالة تشمل عدة مطالب. أولا، إجراء تحقيقات مدققة بخصوص الحوادث التي الاعتقالات الغير القانونية آنذاك والتي شملت أشخاصا بسبب أفكارهم السياسية. ثانيا، إرجاع جثة ضحايا التعذيب إلى عائلاتهم. ثالثا، تعويض المعتقلين السياسيين وكل من له الحق منهم. رقم المعتقل 948، ماتريكول ديال الوالد. كانوا 20 في شامبرة واحدة مستفين بحال السرديل، الصهد والضيق والوسخ. كان عنده فراش تاهو متكي على الحيط بحالي هكا. كان كيعاود لنا على واحد كان عازل راسو، كيهضر مع حد بحالك انت هكذا. دابا انت نعتبروك من ضحايا التعذيب ولا من دوك اللي غبروا؟ انا كنظن بانك بجوج. بنادم اللي فقد الذاكره حسبو ميت وبلا رجله من الفوق كيتصوراش البال. وليش ما بغات تقول قبيله ديك المراه كتب لها شمي؟ لانك بعتي صحابك كاملين.
دير الماراطون بوحدك ياك ما سيدك. لا شاف راه خرجت كنقلب على الوالد واش تكون ديتوه معاكم. راه مسكين مريض ومره مره كيسلت لنا من الدار وكيدير شي سلته تاع اول ولد. شي انا خصو الشاف. اسمع الا كان الولد كيدعي باللي سدوا عليه نعاود نلقاه مره اخرى حتى اللي هلدو بلاصتو. سير الله يعاون. حياته كامله ومشدود عليه. العناوين كلها اللي ديتني ليها شيني مكتوب في هاد البراوات. ديال منو؟ هاد البريات عمرهم ما كانوا ديالك. كانوا ديال المختار العليوني الاخر الشفار ديال البنك. هذاك الشي باني اللي كان كيجي عندك مره مره وكيجيب لك الحوايج والماكله. عمرك ما فكرتي شكون هو؟ ولا علاش كيدير فيك هاد الخير كامل؟ بتعرفوا شكون هو؟ هذاك باك المختار العليوني الاول الشفار ديال البنك. المختار العليوني الشفار ديال البنك. المختار العليوني السياسي. استغل سميتك وخرج بلاصتك. لقيتها فجأة العفو العام على المعتقلين السياسيين. وشكون بعد هذيك الناس اللي ديتيني عندهم؟ با كنعاود ليا كلشي في الرسائل ديالو وكتب ليا العناوين ديال الناس كامل اللي تشدوا معاه في الحبس. داكشي علاش ديتك عني. عندها عائلاتو وشتو في حياتو كي ولات. حرمتيهم من باهم بحال حرمتيني انا من با. هاد ليلة في الورد ما محتاج لحد. بغيتي نديك مدرسة بنت شديتي ها؟ يومين بعد ما تشديتي شد الواليد جاو عندو للدار. كان عندنا عيد الكبير. اخبارك مرحوم؟ كان لك القوت وكنتسنى الموت. بارك الله عليك زيانيتي جا معك الخارج. قول لها مرحيمة عقلتي على المختار؟ معلومة بنيتي معقل عليه ولد الناس. كون بغى الله كون كان من سعدك ذاك المعزل اللي كانت بيناتكم. وما عمرك ما عاودتي شفتيه؟ من ذاك النهار المصغوب ما عاودت. ايوا انت كي دايره؟ الحمد لله. عاش كديري في هاد الايام كلها؟ شكونتي كدير؟ كان عندي ويلا دوزي تصبي معايا كل سدات. لا مرحيمة ما يمكن لي شي. انا خصني نمشي نزرو باشي شويه غادي نمشي حتى لتغرمت حدا الفنادق وان شاء الله غير نرجع دابا ندوز لعندك نجلس معاك شي شويه ان شاء الله. وانا غادي نخلي لك النمره ديالي عيط لي ياك. واخا بنيتي الله يهنيك مرحوم. الله يهنيك خليك الراحة. الله يعاونك. سويلين ايوا على خاطرك. Thank you.
ديالي كان كيشبه لك بزاف، حتى هو ما كانش فيه الهضره. داكشي اللي كيبغي يقولو كان كيكتبو ليا في الرسائل ديالو. كون ما كانوش الرسائل ديالو كون عمري ما نعرف ليه بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش وانا كنقراهم حلفت حتى نلقى شكون هو السبب، حتى ترى اللي ترى. دابا بغيتك تقول لي شنو دارو فيك. قالوا لي تهلاو فيك مزيان ياك. نسيت ما قلتليش الوالد كان كيعاود لي على واحد السيد كانوا تهلاو فيه مزيان ويضيع كلشي. ماشي انت ياك؟ يومين ولا ثلاث ايام بعد ما تشديتي بداو كيطيحوا صحابك واحد مورا واحد. الوالد ديالي شتو كيبكي جوج مرات في حياته. المره الاولى كان كيغسل شي حوايج فيهم الدم ديال الوالده، كانت يلا طيحات بنادم، كانت تكون عندي اختي. المره الثانيه مشينا زرناها في الحبس، كان واقف كي جبل، كان الدموع نازلين له من عينو. انا بغيتك تعاود ليا غير كيفاش مات. وعليكم السلام وليدي. هزتي هذه الدباء اللي عندي صر سميتها سويلين، وهذه باميلا. باميلا حاجه؟ ايوا هو هذاك. وخلاص باميلا عائل دالاس كلها عندي هنايا. على ما قالت لي في واحد البلاد حدا الفنيدق حتى غرمت السرا سبق لهم بجوج قراو في ديك المدرسه ديال التسر حتى غرمت نيت كانوا مساكن عمرهم ما كيتفرقوا حتى جا داك النهار الصقع
اللي يسمعوا فيه كل شيء. كل شيء وليدي خبر. ديك الوريقه اللي عطيتك راه فيها العنوان والنمره، عندك تفرط فيها راه غادي تنفعك. الو فلم نعيت شي حد ما كتعرفوش؟ شكون اللي قال لك انا هنا؟ هي كلمه الدوله صعيبه على المغرب. ماشي صعيبه، لابد غادي تلقى اللي يعطيك اخبار صحابك الصغار. وانت شكون قال لك انا كنت غايبة على المغرب؟ حتى حنا عندنا اللي كيعطينا اخبار صحابنا ديال المدرسة. ما تبدلتيش اخاي. المهم عرفتيني علاش جيت؟ مختار العليوني، واش عندك عليه شي اخبار؟ استاذ الماتيماتيك. تماما، مفكر المتمرد، معلوم كان صاحبي وفعل شوية ما عرفتش كنتو بغي تديرو. الله غتكوني درتي عقلك ملي مشيتي للخارج. علاش كنت كابالك حمقى؟ أنا عارفة ما عندكش الوقت، اسمح لي غادي ناخذ لك من وقتك، ولكن ما كرهتش تقول لي أشنو وقع للمختار منين تخطف؟ فين هو إلا كان مازال حي؟ أنا سمية والعنوان الكوميسار اللي كان تبع لافير. دابا راه متقاعد وساكن برا المدينة. عشتيني ما عشتك. شكرا. Thank you.
ها هو حبس دابا كله خاوي دخل له خرج منه وقتاش ما بغيت. قالك غادي يردوها دار الثقافة. شحال من ذاكرة ماتت قبل ما يموت مولاها. هذا يقدر يكون مسرح مخير هذا. لا لا ما كنتش قادر نصبر. زبير 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 ألكوني بالباب برد على راسي. شنو بغاو عندي؟ شنو درت ليهم؟ غادي نجي نلعب فيه شي نهار. مختار 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 العيوني من عندك مختار. هذا هو الحبس اللي سدوا عليك فيه اول مره وجاو من بعدك بزاف ديال اصحابك كان بيناتهم عمر الاحمدي. تفكرتيه؟ اسبانيا والدوره ماجيه تدخل واحد الاذاعه مغربيه هايدا ماجيه ها المغرب اسبانيا ها المغرب واسبانيا. بلغ السائرين الحالمين أن كياني هزه انفجار قنبلة
أخبريهم أن على مشارف جرحي أجهضت القمعة وعلى ساعدي نبتت سنبلة. أخبريهم عن اقتلاع الحلم وحد المقصلة. ها عيناي ملأى بما تبدد غبارا، وفي قلبي من طيفك طيب قرنفلة، وحيث أشهق اسمك كآخر نشيد ينهمر دمعي مدرارا أمطارا خيوط شمس مسترسلة. كوني قوية كما عهدتك، أحملك في قلبي على الدوام. شكون؟ الله يخليك سيدي، بغيت نتكلم مع الكوميسار إذا سمحتي. شكون أنت؟ صحفية؟ لا أنا ماشي صحفية، أنا من واحد الجمعية. الله يخليك، بغيت اسمح لي مرة أخرى. الله يخليك، أنا زهرة بنت هذاك سي نبيل اللي عرفته. زعما أنت الشجيعة ما عرفتش شكون عطاك هاد النبيلة؟ المدينة صغيرة وكل شي معروف فيها، خصوصا الناس المهمين وأنت واحد منهم. أنا كنعتبر نفسي محظوظة اللي طحت في إنسان بحالك سمعته طيبة، وما كنظنش بأنك غترد لي الطلب ديالي. كان عقل انه كان عنده واحد الكيوسك قبل الكوميسارية، وكان نفعنا بحيث اننا كنا كنعرفوا كل واحد اش داكشي اللي كيقرا. حتى انت يا كنت كنعرف داكشي اللي كنتي كتقرا. سمحي لي واحد. اسكتوا علينا ديك الكلاب هادشي. يلا نعم تفكرت هذاك العيلوني كان كيجي لعندي على شي مساله متعلقه بشي واحد من عائلته وعساني ندخل فيها. هذاك ولده مختار العيلوني. مختار ولدك بحالو بحال الاخرين، وهادشي اللي كيديرو كيتسمى تحريض على التخريب والفوضى، وهادي راه جريمه خطيره. انا مزاوك فيكم ترجعوا عليا، ما عندي حد من غيره في هاد الدنيا. مو ماتت وخلتني غير قله العقل اللي دارتها له. صغيره سيدي وما يعرفش، والزيغه الدراري بحالي والله ما يعود ولا شدوني في بلاصتو. تبغي ولدك يرجع لك؟ الله يجازيكم بخير. عاودوا بلا مسترجين، عاودوا بلا مسترجين، حنا غادي نعاونوك، ولكن حتى انت خصك تعاون معنا. انا تربت رجليكم اسيدي. حنا خصنا صحابو كتعرفهم، هادوك هما اللي خصهم يمشيو للحبس ماشي هو. صالحي حمزه كنعرف اسيدي، شقرودي عيسى كنعرف بالله جميعي. عمر الأحمدي، علي بن الهاشمي. أحمي الفقيه نور الدين سرقتوني. اسمع من أبي با با علاش با علاش Thank you.
غدا عيد الاستقلال يوم عطلة. بك عيام يتمنى يشوفك وليدي. كعفتك الوليدة ما جي كعفتت عمر عليك فبقت بالروح. يا الله واحدة. في ذلك اليوم الوشم على جبين الزمن يرقد طفل، بينما جسد امرأة يقتحم خلوته راقصا فوق حدقة العين في يوم ما. في ذلك اليوم الوشم على جبين الزمن يرقد طفل، بينما يكتسح لون أزرق فيئه ترسم الأمل في البرار نظرته لشهر ما. في ذلك اليوم الوشم في جبين الزمن يرقد طفل، بينما على تخوم صمته يلقي النشيد بشجن ويحلم بمحاكمة ما. في ذلك اليوم الوشم على جبين الزمن كبر الطفل ووهن شعره بيض في العتمة عاشقا مكبلا بأغلال الحرية لزمن ما.